عن أهم الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفين في الخارج. في اليوم السابع اتحاد الكرة يجتمع الاثنين لمناقشة ترتيبات استضافة أمم أفريقيا 2019. الأهرام جنوب أفريقيا والكونغو تنافسان مصر على استضافة أمم أفريقيا 2019. سوبر كورة، مصر تقترب من تنظيم كأس الأمم بعد تخلف جنوب أفريقيا عن إرسال التعهد الحكومي. الفجر، وفد من كاف للتفتيش عن استضافة أمم أفريقيا 2019. المصري اليوم، كاف يشكر مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية. في الجول، الإسماعيلي يتمم اتفاقه مع سيدومير يانيفسكي لتدريب الفريق. اليوم السابع، اتحاد الكرة حكام أوروبيون لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي. كرة، صلاح يضيف النجمة الرابعة لمصر ويهدد عرش نيجيريا وغانا. الشروق، ملك أفريقيا حديث العالم. الشروق، فرانس فوتبول ترشح النني لموناكو. سكاي نيوز عربية، صلاح وكلوب في اختبار التحديات الثلاثة.